المكعب. احنا درسنا الترم الاولاني المكعب وعرفنا ان المكعب بيتكون من كام راس يا جنة؟ ست اوجه. بيتكون من كام راس يا الناس؟ تمام. بيتكون من كام حرف؟ 12 حرف. يبقى خدنا ان المكعب بيتكون من ست اوجه، 8 رؤوس، 12 حرف. وده كان المكعب بتاعنا اللي احنا اشتغلنا عليه الترم اللي فات، صح ولا لا؟ وقلنا عليه ادي 1 ادي الثاني ادي 3 ادي 4 ادي 5 ادي 6. ادي الست اوجه بتوعنا يا ولاد. احنا النهارده هنشتغل بس على المساحه الجانبيه، الجوانب بتاعته بس. مالناش دعوه بالقاعده. طب نعد كده كام جانب معانا؟ ادي 1 2 3 4. يبقى المكعب ليه كام وجه جانبي؟ 4 اوجه جانبيه. يبقى القانون بتاعي هيقول لي هاخد طول الحرف ارفعه لاس 2 واضربه بكام؟ 4. او مساحه الوجه مضروبه في 4. احنا عندنا هنا طول الحرف كام؟ 6. هقول 6 اس 2 في 4. 6 في 6 يعني 6 مرتين، يبقى 36 هضربها في كام؟ في 4. 144 سنتيمتر مربع. طب المساحه الكليه؟ لا المساحه الكليه بقى هو عايزه كله. يبقى هاخد طول الحرف والستين في كام وجه بقى؟ 6 اوجه. يبقى هاخد طول الحرف والستين في 6 يعني هتبقى 6 اس 2 مضروبه في 6. هتطلع الاجابه بتاعتنا؟ ها؟ 36 216 سنتيمتر مربع. اجي هنا بيقول لي اذا كانت مساحه قاعده المكعب، بصوا معايا ديت 49 سنتيمتر مربع. شايفين كم سنتيمتر مربع؟ يبقى هو جايب لك المساحه جاهزه، انت مش هترفعها لاس 2. وضحت الترزته؟ لكن هنا كان جايب لي طول الحرف 6 سنتيمتر بس. يبقى انا هنا عايز المساحه الجانبيه، يبقى هاخد مساحه الوجه اللي هي 49 وهضربها بكام؟ ها المساحه الجانبيه هضرب في كام؟ في 4. 4 في 9 في 36، 6 ومعانا 3.